بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم النهاردة مع بعض يا بنات كيفية رسم مركب بيحتوي على 2 قاير القرن. يبقى عندي المركب جايبولي وعايز نرسمه بكونفيجوريشن، يعني دي الكونفيجوريشن اللي هرسم بيه. فمثلا 2S 3R 3 ميثايل 2 بنتانول، يطلب مني ان ارسم البرسبكتيف فورمولا للمركب ده. طيب مبدئيا هرسم الاستراكشر بتاع المركب، تاني حاجة احدد الكايرال الكربون، حددتها تمام، عندي 2 كايرال كربون. تالت حاجة بقى احدد البريورتي بتاعت كل كايرال كربون، يعني مثلا هعمل على الاتش دي، المفروض الاتش بتبقى دي، هنا الاو اتش اعلى واحدة دي ايه، بقية المركبة هو بي، وهنا السي اتش 3 سي تمام. طيب هرسم الرسمة اللي هي الخاصة باتنين كايرال كربون اللي هو الشكل الاستابرد اللي هو المور ستيبل تمام. وطبعا همسك اول كربونة هحط الاتش على الهاتشيت، مش شرط الاتش، ممكن اقل اتوميك بريورتي عندي. طيب دلوقتي هو قايل لي اول كربونة عايزها ايه، عايزها اس. طيب اسأل نفسي هو ده اصلا البي، بقية المركب اهو اللي هو دي، بقية المركب البي اهو تمام، ادي البي. انا عايز امشي ايه، انا عايز امشي اس ولا ار؟ عايز امشي اس. طب اس دي امشيها ازاي؟ امشيها في الاتجاه ده كده صح، الاتجاه ده كده اس. طب يبقى معنى كده الاي تبقى هنا ولا هنا؟ لا الاي هنا، يبقى ادي الاو اتش، يبقى متبقي عندي ايه، السي اتش 3. طيب بنفس الطريقه هشوف الكربونه التانية، الكربونه التانية هعمل ايه، برضو حددت البريورتي بتاعتي، الاتش هتاخد دي، امسح بقى كده، ادي الاتش هتاخد دي. طيب بقيت المركب بي، وهنا اللي عندي اتش هتاخد دي، وبقيت المركب هياخد، لا طبعا هنا دي المركب هنا هياخد ايه من تاني يا بنات، الاتش هتاخد دي، وهنا السي اتش مرتبطة معاها او اتش، دي هتاخد ايه بالنسبة لي، دي هتاخد ايه تمام. وبعديها سي اتش 2 سي اتش 3 بي، والسي اتش 3 هتاخد سي، يبقى دي البقيت، يبقى دي اول اعلى اتوميك بريورتي عندي في المركب في الكربونة دي. وبعد كده ال سي اتش 2 سي اتش 3 وبعد كده السي اتش 3. طيب يبقى انا الاتش هحطها على الهاتش تمام، وعايزه امشي الكربونه الثانيه، الكونفيجريشن بتاعها مطلوب مني ايه، ار. ار يعني تمشي ازاي، ار يعني تمشي في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه، يعني انا عندي ده، دي اول حاجه ايه، ما هو ده بقيه المركب عندي واخد ايه، يبقى هنا لازم تبقى بي سي اتش 2 سي اتش 3، وهنا تبقى سي سي اتش 3. طيب هاجي ابص على الكونفيجريشن كده هلاقي اي بي سي، هلاقي ار في هذا الاتجاه، يبقى دي ار ودي اس، يبقى ده المطلوب مني. مثال بالتاني يا بنات عشان نتدرب، عايزني ارسم المركب ده 2R 3R 2 و3 داي برومو بنتين، 1 2 3 4 5. طيب ادي 2 و3 داي برومو بنتين، قلنا اول حاجة هنحدد الكايرال كربون، تاني حاجة همسك كل كايرال واحدد البريورتي حواليها. فانا عندي هنا مثلا الكربونة دي البي ار اعلى حاجة، ادي ايه، وطبعا الاتش بديها دي على طول عشان ايه اخلص منها. بعد كده بي بالنسبة لي ديت السي اتش المرتبطة بار، تبقى دي بي طبعا بقيت المركب. بعد كده دي اي بي ودي سي سي اتش 3. طيب انا عايزة الكربونة الاولانية دي، عايزة الكونفيجوريشن بتاعها ايه، اروح على الشكل الايه، الشكل الفراغي بتاعي بتاع البرسبكتيف فورمولا. اعمل ايه، اول حاجة قلنا احط الاتش على الهاتش، حطيتها، ممكن ما تكونش اتش، ممكن تكون اي جروب تاني اقل في الاتوميك بريورتي، اهم حاجه احطها على الهاتش،
حطيتها على الهاتش تمام. قالي ابص بقى انا عايزه امشي ازاي، عايزه امشي ار ولا اس؟ عايزه امشي ار. طب ار امشيها ازاي؟ امشيها كده صح. طيب امشيها كده يبقى لازم اعلى، طبعا عارفه ده كده عارفه ان ده بي اللي هو مرتبط ببقيه المركب، يبقى لازم ايه تبقى فين؟ تبقى هنا، يبقى البي ار لازم تبقى هنا، بي ار وهنا السي اتش 3. ابص كده لما اجي اشوف الكونفيجريشن بتاعي اي بي سي ده ار. طب احاول اطبق بنفس الطريقة على الكربونة التانية، البي ار طبعا هتاخد ايه، البي ار هتاخد ايه، الاتش هتاخد دي، بقية المركب هياخد بي، وهنا بقيت ده ياخد سي. طيب اعمل ايه؟ هحط برضو الاتش على الهاتش. طيب بي فين اللي هي بقية المركب؟ اهي. انا عايزاها تمشي ازاي؟ عايزاها تمشي ار، يبقى المفروض عشان تمشي ار تمشي كده صح. يبقى المفروض ايه تيجي هنا، ايه تيجي هنا، ايه اللي هي ايه البي ار، وبعد كده سي اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3، وده كده يبقى المركب بتاعي او الرسمه بتاعتي البرسبكتيف فورمولا اي بي سي ده برضو ار، يبقى ار 2 ار و3 ار. اتنين ار وتلاتة